بطولة الكاس اللي الناس او بعض الناس بتهيئ للبعض الاخر ان الخصم هو اللي بيمتلك الرقم القياسي في الفوز بكاس مصر، بينما العكس تماما. العكس تماما، نادي الاهلي خد كاس مصر 37 مره والخصم خده 28 مره، يعني حتى لحد دلوقتي الفارق 9 مرات لصالح النادي الاهلي. الارقام لا تكذب. مره تانية شفنا في الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء لما طلع النادي الاهلي احسن نادي في افريقيا وعلى المستوى العربي، واللي بعده شفناه رقمه كام، وعالميا النادي الاهلي كان كام، واللي بعده 117 واللي بعده 126 الخصم او المنافس ليك. فالنادي الاهلي غير، وانا واحد من الناس هنا بنتمي للنادي الاهلي، كنت في يوم من الايام لعيب في النادي الاهلي، فعارف قد ايه عظمه النادي الاهلي. عظمه النادي الاهلي كل حاجه بقى، منظومه ككل، افضل منظومه رياضيه في مصر وفي الشرق الاوسط، والناس كلها عارفه كده. على فكره الخصوم يعرفوا كل الكلام دوت،